وانت زي ما بتقول، هو دايما الشرف شرف يعني، دايما احنا بنمشي كلمة. من جنب النادي علشان نقول ده شرف لينا ان احنا موجودين طبعا. في النادي الاهلي. ودايما يمكن قلت في المقدمه، اصل العمل اسمي واسمك واسم الكابتن محمود الخطيب واسم الكابتن صالح سليم، هو النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيعمل الاسم، هو اللي بيعمل الشهره، هو بيعمل المجد، هو اللي بيعملك رمز. يعني طبيعي صح. ودايما انا عندي يعني انت قلت في امثله طبعا ندمت على الكلام دوت، يعني هي الفكره انك بتبص لقدام ولا لا. الفكره ان انت، ودي حريه شخصيه ماليش اي عتاب على رمضان فيها، انت راجل حر وكل حاجه، ما عندناش اي مشكله خالص. فالحته ديت انت حر فيها، اخترت الطريق يعني جود لك. بس انا بتكلم حتى في طريقه اللي حصل، احترم حتى مشاعر الجمهور. ده اللي بتكلم عليه. يعني اقول ان انا كنت يعني انا انتقلت البيراميدز، كل الشكر للبيت اللي رباني، لان هو لعب للنادي الاهلي ورباه وعمل اسمه. ومجرد ده الكلام ده بيتقال مش على المستوى بس العاطفي، عشان الناس بتقول ده الكلام ده بقى في مصر بس. لا، ده راكيتيتش لما راح ساب برشلونه وراح سيفيليا، الراجل قال كده يعني، وهم اللي سايبينه قال لك انا طبعا بشكر جدا برشلونه والسبع سنين اللي قضيتهم في برشلونه، اللي كان ليهم قدر كبير جدا جدا في ظهوري بشكل كويس على مستوى المنتخب الكرواتي وعلى مستوى الاداء. فحته انك دي فاتت منه شويه. والجزء الثاني يمكن اتكلمت مش عايز اطول فيها، انك ما تتحداش الجماهير. ما حدش بيتحدى الجماهير يعني. كمان الحركه يعني الحركه اللي اتعملت في المؤتمر الصحفي، ما تتحداش الجماهير بالعكس، يعني حركه فيها عدم خبره بالزبط. عدم احترام لمشاعر الجمهور، انك تعمل حركه زي دي لجمهور النادي الاهلي، خاصه النهارده يعني الجمهور هو اللي صنع اسمك. النادي بالزبط. الاهلي هو اللي وقف جنبك في اوقات صعبه، النادي الاهلي هو اللي وداك منتخب مصر، النادي الاهلي هو اللي عالجك، هو اللي لا في بطوله 23 كمان كاس الامم هنا منتخب شو غريب. النادي الاهلي وريني فايلر النهارده، ما انت يعني مدرب منتخب برضه ما عندوش المساحه انه يشتغل على قد مدرب النادي اللي يقدر يطور. فده كله فضل النادي الاهلي. فكان من الاولى ويعني يبقى في وضوح في الـ في الـ في الرؤيه من الاول. انا مش عايز ان ده خلاص، حريتك وده قرارك وربنا يوفقك فيه.